السلامه، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا وين ما توصلكم صورتنا وتصويرتنا. نقول لكم مرحبا بكم انتم معنا في هالبث المباشر اللي باش يهزنا لعالم وعوالم الثقافه والفنون. اليوم بشكل خاص باش نحكيو في المسرح، باش نحكيو كان في المسرح باش نواكبوا كيف ما عودناكم البارح، باش نحكيو في الحدث الفني والمسرحي والثقافي الكبير اللي نعيشوا على ايقاعه من 8 ل 16 من الشهر هذايا. باش نحكيو في جي تي سي ايام قرطاج المسرحيه. شعنا لليوم اليوم كالعاده باش نواكبوا ثلاثه اعمال مسرحيه في ثلاثه اجزاء. العمل الاولاني باش يكون حاضر بيناتنا بعد شويه المخرج المسرحي صالح الفيلة، حتى نحكيو على المسرحيه نتاعو المولود الفني الجديد حين عرفتك اللي باش نحكيو عليها بعد شويه، شو يحب يوصل من خلالها والطرح اللي برشا كيتفرجوا في العرض الاول يقولوا وانه طرح جريء ومغاير. في جزء ثاني من حصتنا لليوم باش يكون حاضر بيناتنا المخرج العائد بعد قرني عقدين ونصف من الزمن تنقل خلالهم بين المسارح الاوروبيه، باش يكون حاضر بيناتنا المخرج المسرحي التونسي شكري عليا، باش يكون حاضر بيناتنا حتى يحكي لنا على مسرحيه الليله الثانيه بعد الالف. الجزء الثالث والاخير من عددنا لليوم مسرحيه نور الملح باش تكون حاضره بيناتنا، باش نتعرفوا على المسرحيه هذه على الخطوط العريضه نتاعها وكيف كيف زوز ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا وبيناتنا. بعد شويه باش تكون حاضره بيناتنا المخرجه والمنجه المسرحيه التونسيه سيرين جنون، ومعاها المخرج والممثل المسرحي التونسي البحري الرحالي. باش نقول لكم مرحبا بكم من توا سويعه من زمان ان شاء الله باش نحكوا فيها في المسرح، باش نكونوا عينيكم اللي باش توصلكم مختلف الحركيه والحراك اللي تعيشه تونس على مستوى العروض المسرحيه في تونس. مرحبا بكم في المشاهده، نلتحق بضيفي اللي خذا مكانه وحاضر. مرحبا بك صالح، اهلا وسهلا بك. عايشك، مرحبا. صالح نحب نهنيك قبل كل شيء المولود الجديد هذايا حين رايتك والعمل الخامس اللي به ترجع للجي تي سي 2017. حين رايتك هي انتاج المسرح الوطني 2017، كانت العروض نتاعها يعني في الاولى في شهر فيفري تقريبا طول عمره 8 شهور، فهمت. نشاركوا به في تظاهره ايام كارتاج المسرحيه غدوه الأربعاء بالمسرح البلدي على الساعة 8:30. 8:30 بحين أنا سألتك قبل الكواليس، بدينا احنا راهو الشغف بالمسرح خلينا نبداو حتى قبل الديريكت. قلت لك حين رأيتك وإلا حين رأيتك، قلت لي حين رأيتك توا كان ثبت، قلت لي حين رأيتك شنو هو صالح؟ لا هو حين رأيتك يعني هي للمذكر وللمؤنث، هي كي تشوف ولا هو يشوفها، فهمت. أي نقفوا على السكون حين رأيتك. باهي، باش تقول لي على الطرح اللي بدال برشا ناس انه طرح جريء، باش تحكي لنا شنو حبيت توصل من خلال المسرحيه هذه، شكون مختلف المشاركين اللي خدموا معاك في المسرحيه باش يوصلوا المشروع المسرحي هذايا. اما قبل هذايا صالح نمشي ونستدعاو سيدة المشاهدين، ماناش بعدين برشا من عالم المسرح، ماناش خارجين. تنجيزه وحده ايمان مجده صغيره اللي جاتنا مع الاخبار الفنيه الثقافيه، تفضل. مرحبا بكم الناس الكل تابعوا فينا على القناه الوطنيه الثانيه طوقا ياسمين والاخبار الثقافيه اخر الاخبار. كما قالت ناس ديما نسلطوا الضوء بما انه ايام قرطاج المسرحيه على اهم العروض المسرحيه اللي قاعده تتعرض واللي تعرضت زاده وشاركت. باش نحكيوا على حوريات البحر اللي هي لامير العيوني مشاركه تونسيه، كما قاعدين نجموا نشوفوا تصاور بالنسبه للعرض المسرحي هذايا اللي شارك به في ايام قرطاج المسرحيه. نعاود نذكر اللي هي مسرحية حورية البحر الأمير العيوني. من أمير العيوني نمشي ونحكيه على مشاركة أخرى زادة بالنسبة للعروض المسرحية ضمن أيام قرطاج المسرحية، نحكيه على عمل مسرحية الكركرة نزار لكشو. العمل زادة هذا تم عرضه ضمن أيام قرطاج المسرحية، تنجموا تدخلوا بالنسبة للباج فيسبوك الصفحة الرسمية لأيام قرطاج وتتفرجوا أكثر وتنجموا الأهم من هذا الكل تمشي وتواكبوا بالطبيعة كل العروض المسرحية اللي قاعدة تتعرض توا ضمن هالعرس هذايا اللي تشهدوه تونس. نمشيو نحكيو في نفس السياق على الاخر الاخبار بالنسبه لايام قرطاج المسرحيه، نحكيو على توقيع اتفاقيه شراكه باش تكون بين ايام قرطاج المسرحيه وبين مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب. بطبيعه الاتفاقيه هذه تهدف العديد من الافاق، عند العديد من الافاق من بينهم التبادل الثقافي وتبادل العروض المسرحيه اللي تكون مشتركه بين تونس ومصر اللي نجموا يشاركوا. هذيك فرصه للمسرحيين التونسيين اليوم
باش يعرضوا خارج حدود الوطن وتكون لهم مشاركه. نمشي ونحكيوا على كان سبق لنا وحكينا عليه مهرجان دبي السينمائي وبالنسبه للمشاركات التونسيه والعربيه، باش نحكيوا على فيلم استرا مشاركه تونسيه. نمشيو نتفرجوا على البوند انونس نتاع الفيلم هذا كما قلت اللي شارك ضمن المسابقه وضمن مهرجان دبي السينمائي. من أسترا العمل التونسي هذا نلقاو فيه مشاركة لنجيب القاضي. نمشيو نحكيو على عمل آخر في مهرجان دبي السينمائي ولكن هو خليجي. الخليج قاعدين يخدموا بطريقة فيها برشا مهنية في التصوير وزاد حتى الأفكار. فيلم كاميرا، مجموعة من الشباب مشاو للصحراء وين يلقاو كاميرا، منها هي بدات الحكاية، رجعوا باش يتفرجوا شنو موجود في الكاميرا هذيا وبدات قصة الفيلم هذا اللي مشارك في مهرجان دبي السينمائي. نمشيو نتفرجوا على البوند انونس نتاع فيلم كاميرا. فكوني انتم من اللعبة هاي، أنا هالكاميرا شغلة بالي. شغلها يمكن فيها سامان ولا اشياء حلوه. حياكم الله، طبعا انا بصور لكم رحلتنا لليبل. عباس حميد جبار اللي بنقضي فيه الويكند. لازم نخبر الشرطه ونعطيهم الكاميرا. خلنا نكمل نشوف شو استوى بعدين كلمة. أنا ما أعرف أكمل الصراحة. كاميرا هذا الفيلم اللي شارك في مهرجان دبي السينمائي كما قلت هو فيلم خليجي. نرجع لكم بعد شويه في الكويك نيوز الاخبار السريعه. جديد الفنان رابور اللي برشا يحبوه عادينا قبل البوند انونس نتاع الكليب نتاعو يرجع لنا في ديوم مع ريان يوسف. نحكيوا على كلاي، زاده باش نحكيوا على كواليس المهرجان، مهرجان دبي السينمائي وخاصه الحضور التونسي. متوا نواصلوا المشوار في طوق الياسمين مع ايناس وضيفه. يعطيك صحة إيمان، نرجعوا بطبيعة وتعودتوا من خلال الحلقة هذه ومن خلال البرنامج هذه أنه مجموعة من الاستضافات والروبورتاجات تحاول على طريقتها وأنه أن نوريكم صدى للحركية الثقافية اللي تعيش على إيقاح تونس الأيامات هذه. المسرحية الأولانية اللي باش نحكيوا عليها اليوم حين عرفتك صالح الفالح، باش نعاود نرحب بيك مرة أخرى ونحب نركز على المشاركين هيك نعطيوهم حقهم في بداية في أول سؤال. ويظهر لي مدرسة فن الممثل بإشراف الفاضل جعايبي هكا. هي مسرحية حين رأيتك إنتاج المسرح الوطني فيها تمثيل بشير الغلياني، بسمة العشي، ثم مجموعة من خريجي مدرسة الممثل بالمسرح الوطني اللي هما زاد عملوا تكوين أكاديمي في المعهد العالي للفن المسرحي. توا صالح جميل وأنه ركزت وراهنت كان نجم نقولوا على الطاقات الشابة وعلى أسماء شابة، نحكيه على العمر يعني فئة الشباب والمسرحية اللي يتفرج فيها يعرف وأنه تحكي على الشريحة هذية يعني من المجتمع، وباعتبار وأنه تحكي على العلاقات العاطفية العلاقات الجنسية في الحرم الجامعي. هو المسرحية هي تحقيق ميداني يقوم به أستاذ علم اجتماع مع مجموعة من طلبة الماجستير على العلاقات العاطفية والجنسية عند الشباب بالأساس يعني، ثم وعند الأزواج. أي؟ فهمت، هي قراءة يعني اجتماعية واقتصادية وسياسية في نفس الوقت. فيها برشا، هي أنكيت يعني تفهم كيفاش لي كوبل يعيشوا مع بعضهم، البرود تمشي للخيانة، تمشي للغدر، المفهوم لامسور، أحاديث في الحب هي بيدها. هي صور متقطعة، الشغف، الشوق، العلاقة بالجسد، العلاقة بالآخر، المصارحة مع الذات، العلاقة المادية في تحديدك
في اختيارك للشخص الآخر، هل المادي هو اللي يخلق مفهوم العائلة إلى غير ذلك، هل الحب هو هلاميات أم هو حقيقة، برشا أسئلة. أما هو في الآخر طرح سياسي بشكل آخر. أي هذا هو، هذا هو اللي حبيت نوصله، وأنه هالصور المتقطعة هذه اللي من خلال البحث التحقيقي في نهاية الأمر هي تشكل ولا توصلنا وتهزنا الصورة للمجتمع امتاعنا، وكل إنسان ينجم يلقى روحه في صورة من الصور هذه. هو اولا نوع من التعريه كاينه، المالوف اللي نعيشوه او المسكوت عليه اللي نعيشوه وما نتناقشوش فيه وما نحطوش قدامنا ونخلقوا مسافه باش نجموا نقراوه من جديد ونبحثوا على الاليات نتاعو علاش هو هكا، يعني كيفاش تحط مسافه وتعاود تفهم، تولي الحاجه اللي تعيشها اليوميه ما عادش مالوفه، كيفاش تولي تشك فيها تفهم فيها تفهم الاسباب نتاعها، يعني هل برود ولا علاقتك مع الشخص الاخر سببها انت الاخر، المجتمع المنظومه العامه اللي تعيش فيها اسبابها ماديه، تكوين التربيه الدينيه نتاعنا، ارث ثقافي الى غير ذلك. كيف اشتغلت يعني صالح على الاسئله؟ ولو اني انا سؤالي كان ليك هو اكتفيت المسرحيه بطرح الاسئله يظهر لي والخوض في تساؤلات، ما مشيتش في ما عطاتش الاجابات. هي هو يظهر لي وظيفه المسرحي بالاساس يعني هو التعريه اكثر منه طرح اجابات، هو يشتغل في الخيال حقيقه، يخلق فانتازيا زاد في وسط العرض نتاعو، الحلم، امكانيه الحلم، هي مراوحه بين البحث في الاشياء الموجوده في المجتمع في نفس الوقت، في نفس الوقت هو خلق نافذه او مساحه اخرى للحلم، امكانيه خلق مجتمع اخر، خاطر انت تراهن على الشباب بالاساس، الشباب ينجم يكون مختلف على جيل اخر مختلف عليه رباه، يعني الشباب عنده قيم اخرى جديده، هو يحب ينحت بلاد اخرى ما تشبه له قربت له، يعني كيفاش الشاب اليوم هو عنده نظرة أخرى مختلف للمفهوم العائلة، المفهوم الآخر في علاقته بالجسد نتاعه، في علاقته أصلا حتى بالسياسي، يعني بلاده هو في الأخر، كيفاش هالجيل السابق لنا أو هالأب هذا قتل الأب، الأب اللي يبقى ديما يحب يكون متسلط عليك في السياسي ولا في غيره ولا حتى في صلب العائلة. هذا هو صالح، احنا راجعين حتى نحكيه على كيفاش بديتوا من حاجات معناها نعيشوها، ما نجمش يكون واحد منا ما عاشش صورة من الصور اللي تقترحها علينا المسرحية، وكيفاش مشيت من الحاجات اليومية المعاشية اللي نعيشوها إلى حاجات فلسفية أعمق وأكبر. نحكيه بعد لو تسمح صالح، أما هيت نعمو الفرجة ونقترحوا على سادة المشاهدين البوندانوس نتاع مسرحية حين عرفتك، حتى يشوفوا على شنو حين رأيتك، حتى يعرفوا على شنو قاعدين نحكيه. هذه التيزور نتاع المسرحية. صالح نرجع لك، يعني كيفاش نجموا من الرؤية الإخراجية الرؤية المسرحية الفنية كيفاش نجم تلعب على هالدواليتي هذه، أنه يعني نخرجوا من حاجة واقعية نعيشوها الناس الكل حتى نبعث عن التفكير ونبعث عن التساؤل. هي المسرحية في تحقيقها الميداني هي دعوة للحب، يعني كانوا الحب مفقود وبدأ يغيب وعنده فما أسباب تمنع تحققه في الواقع، كيفاش الدعوة ليه، يعني الحب هو الحاجة القيمة الوحيدة اللي تخليك تتشبث بالحياة وتنجم تكون القيمة فاعل، القيمة الأزلية هي مع بداية تنجم الكون تخليك بتاعت. تكون فاعل يعني بالحب تنجم تبني الحضارة، الحب هو ساعات اللي يخليك تحب تأسس وتكون عندك خلافة تنجم تعمل عائلة، الحب هو اللي يخليك تكتب، الحب الآخر حب الفعل، فهمت يعني. الكتابة خاطر يظهر لي من أصعب الأشياء هو الكتابة في الحب، خاطر باش يكون الموضوع عميق جدا وتكون فيه شعرية أخرى أو طرح آخر مختلف على اللي ريناه سابقا وللقصص اللي ترهلت واستهلكناها برشا، كيفاش تكون عندك خصوصية أخرى في التناول. التجانا إلى لونكيت مفهوم التحقيق باش نلقاو هاك المراوحة بين كيفاش نجم تكتب قصة
قصة البطل الرئيسي اللي هو أستاذ علم اجتماعي، شنو عمل إحباط بعد ما كان حالم باش يعيش في مناخ جديد مختلف بعد الثورة، يلقى فما الخيبة الأمل، فهمت هذيك كل شيء تفك إلى غير ذلك. في نفس الوقت يعيش نوع من الجفاف، وما عادش عنده الطاقة متاع التجديد في علاقته مع زوجته. مشى إلى الموضوع هذا يشتغل عليه، حب يفهمه من جانب آخر، من زوايا آخر، ويطرحه من مسألة ذاتية إلى مسألة عامة، حب يتناوله مع الطلبة متاعه. كيفاش يبحث فيه؟ يبحث فيه يعني باش يفهم هالمجتمع هذا، خاطر يظهر لي الحب من المواضيع، خاصة الحب والعلاقات الجنسية، يعني مواضيع ديما ما نحبوش نحكيو فيها، من المسكوت عنه يعني ديما نصفوه. كيفاش نجمو نخوضوا الغمار وبالحق نلقاو نوع من المصالحة لفهم الإشكاليات الأساسية هذه؟ خاطر السياسي نجمو نحكيو فيه بسهولة كبيرة، أما كيفاش المواضيع الاجتماعية اللي نظنوا هي مواضيع غير مؤسسة للمواطن، هي مواضيع مؤسسة حقيقة لشخصية الفرد التونسي، باش يكون ناجع في وسط المجتمع، باش ينجم يخلق مجتمع آخر بديل، باش ينجم يكون حضوره حقيقي ويفيد وسط المجتمع ولا وسط العائلة. بي صالح، تو أنت نحسوا فما قراءة أولى وقراءة ثانية للمسرحية. القراءة الثانية تنجم تهزنا القراءة السياسية للواقع اللي نعيشوه اليوم بالمتناقضات اللي فيها. كي تحط احنا عنا يعني في الاخر، كي انت تعمل انكيت تقول السيد 500 دينار يتزوج السيد 800 دينار، يعني تدخل اللي الزواج بيد واللقاء مع الاخر تتحكم فيه المنظومه الماديه، المنظومه الماديه اللي هو وجودك في المجتمع. يعني في الاخر يولي الانسان يعيش نوع من الاغتراب، ماهوش حر 100% باش يختار، حياته تقريبا مسيره، ينجم شخصيته تتمحى تذوب في وسط هالصراع المرير اللي نعيشوه في الواقع اليومي، وما يعيش حياه جميله وحالمه وفيها سعاده، تلقاها يدخل في الماكينه، يولي آلة يتحول الى شخص مغترب يبني في مجتمع اما فاقد لذاتيته، وبالتالي ما نجمش يخلق اجيال حقيقيه فاعله. يعني احنا ما بتحس ياسر انه المجتمع التونسي مكبل بهالثنائيات هذه صالح، انه يظهر عكس ما اللي يفكر فيها، يطالب بحاجات في الخفاء، هو ربما ما يطالبش بحاجات اللي هو في قلبه في ذاته معناها يطلبها. كان نحكيوا على الحريه الجسديه، ناخذوا مثال نحسوا يعني برشا تناقض على المستوى هذا. فما هذه يعني في اشتغلت على النواحي هذه بالطبيعه، يعني يعني ارث اخر يتحكم فينا اللي هو إرث من موروث ثقافي وأيضا موروث ديني سلطوي علينا في نفس الوقت، أخلاقي ديني وأخلاقي إلى غير ذلك، يتحكم فيك يخليك ما تنجمش بعض الإشكاليات تطرحها بشكل جدي. يعني فهمت، يعني فما سلطة الديني والثقافي والأخلاقي عليك، ما تنجمش تحكي في الجنس مثلا اللي هو موضوع طبيعي عادي، كيف تنجم تحكي على الخبز، تحكي على المرض، تحكي على الطبيعة، تنجم تحكي على الجسد متاعك اللي هو الحاجة الوحيدة اللي تمظهر بها في العالم. يعني أنت أول ما يقدمك للآخر، يعني للآخر تلقاك نسي قاتله ملغيه، تخليه صامت، تخلي حتى العلاقات الثنائية في أغلبها مسكوت فيها، الناس تبعد على بعضها إلى غير ذلك، ما يتصلحوش ما يتصرحوش ما يفهموش مشاكلهم، بالتالي أدي إلى بالحق أجساد مريضة في نفس الوقت. أو هذيك علاش نمشيو للخيانات أو نمشيو لخيارات أخرى تبحث عن أشخاص اللي هي تخرج بشكل أمراض. إذا كان نحكيو على أجساد عليلة أيه، يعني تمشي تبحث عن مرأة أخرى ولا تبحث عن رجل آخر ولا تفشل في العلاقة، اللي هي الفشل هو مش بالضرورة شخص ما نجحتش مع شخص بالحق، فما أشياء تعيقك باش تفهمه باش تبحث فيه. خاطر الجسد هو مش مجرد وسيط بينك وبين الآخر، الجسد هو استدعاء باش تقبل الآخر المختلف عليك، تفهمه وتتعايش معاه وتحسه. يعطيك صحة صالح، احنا شنو نقول لك هكا شرحتنا مليح، انت باش نمشيو نشوفوا المسرحية، والمسرحية احنا هذيا افونغو غدوة، نعاودوا نذكروا بالموعد نتاعها غدوة في المسرح البلدي 8:30. اي مرحبا بكم، مسرحية حين رأيتك، انتاج المسرح الوطني اخراج صالح فالح. شكرا، وان شاء الله يكونوا عاد استدعاهم على قاعده قلب، ان شاء الله يكونوا برشا في الحضور، القاعده تتعبى على الاخر، تهز راي 1500، ان شاء الله تكونوا موجودين المسرح البلدي.
ان شاء الله. انا باش نقول لك ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق صالح، وان شاء الله تجينا رجع الصدي لهنا للبلاتو لهنا ويقولوا لنا راهو المسرحيه والعمل ككله متميز. يعطيك الصحه ليك وسلامي لكل اللي يشتغلوا معاك في على العمل هذايا. حين رايتك صالح الفالح غدوه ان شاء الله ما تساويش في المسرح البلدي. باش نمشيو التقرير هذايا الروبورتاج هذايا عفوا اللي تهزنا لي زميلتنا شفيقه النسراوي من خلاله تكريم ثله من نجوم غادرونا ولكن قاعده اعمالهم في القلب وفي البال. طبعا نحكيو ديما على نخبه من المع نجوم المسرح التونسي. محسن بن عبد الله، رجاء بن عمار، رمضان شطة، الهادي الزغلاني، سليم محفوظ، خمس قامات ربي يرحمهم فقدناهم في 2017، ولهذا وأضعف الإيمان أنه تخصص الدورة 19 للأيام حيز من برنامجها لكي نتذكرهم. محسن بن عبد الله يعتبر الفقيد من أبرز الوجوه في الساحة الثقافية التونسية لأكثر من 60 عام. هو ابن الفرقة الوطنية للمسرح، بدايته كانت في عام 1962 حيث كان دوماً الابن الروحي والفني للمسرح الكبير علي بن عياد، ثم تواصلت مسيرته المسرحية بالإشراف على المسرح البلدي لمدة 40 عام. هو اللي عرفناه في مسرحية الماريشال في الثنائي حسن وحسين، هو كان واحد منهم تقاسم الثنائية مع المرحوم نور الدين القصباوي. نذكر زادة أنه ما خدمش كان في المسرح بل أنه عرفناه بأول فيلم تونسي بعد الاستقلال حليمة مع سينمائي عمر الخليفي. لكن الغرام برابع الفنون خلاه يعطي أكثر من ربع قرن من الخدمة للقطاع هذا، خاصة بعد بعث الفضاء الثقافي الخاص به وهو سوفونيسبا بالقرطاج اللي فتح أبوابه لمختلف التجارب الفنية وقدم المرحوم كل خبرته الفنية والمسرحية للأجيال الصاعدة. رجاء بن عمار، تنتمي رجاء بن عمار للجيل اللي تعلم المسرح ضمن الوسط المدرسي في ستينات القرن العشرين، وترسخت تجربتها في ظل تطور مفاهيم المجال المسرحي بداية السبعينات، خاصة مع ميلاد تجربة المسرح الخاص، وتبلور هذا مع ظهور أول شركة مسرحية خاصة وهي المسرح الجديد عام 1974، ومثل إنشاء فرقة مسرح فو عام 1980 الميلاد الفعلي للمسرحية رجاء بن عمار مع المنصف الصايم، شاركها في المسرح وشاركها زادة في الحياة. وكانت مسرحية تمثيل كلام المنعطف الحقيقي في مسيرة رجاء بن عمار، معها أصبح النص المسرحي ينشأ من داخل الحركية المسرحية بكل مقوماتها. قدمت رجاء بن عمار المونودراما في مسرحية ساكن في حي السيدة عام 1989، وقدمت مسرحيات أخرى من موقع الكتابة والتمثيل والإخراج، منها الأمل في عام 1986 وبيع الهوى في 1995 والباب إلى الجحيم وبرج الحمام ونافذة علاء في عام 2016. أنشأت فضاء سينما دار بقرطاج في أواسط التسعينات وقدمت من خلاله وشاركت في تنظيم عدة تظاهرات. ركزت برشا على الجسد المسرحي وسعت إلى دمج أدوات الممثل مع أدوات الرقص ضمن تصورات كوريغرافية متطورة، ووظفت أحسن توظيف الرقص في المسرح. الهادي الزغلاني، لم أجني شيئا من المسرح بل هو جنى علي، جملة تجي على لسان فنان قدم الكثير للمجال المسرحي لكن للأسف ما خذاه مني إلا القليل القليل. هو اللي بدأ من الفرقة المسرحية بالكاف، ومن أهم أعماله في المسرح نذكره الهادي بودربالة، الحلاج، الزنج، عطشان يا صبايا، الزير سالم، عشتروت. خدم زادة في الدراما وشفناه في التلفزة في مسلسلات عديدة كيف غادة وريح الفرنان وريحانة وشرع الحب. الهادي الزغلامي اللي مسيرته الاحترافية بدأت عام 1967 وفي رصيده أكثر من 30 مسرحية، آخرها كان العصافير ضمن أعمال مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف، بالإضافة إلى مشاركته في عدة أفلام سينمائية. رمضان شطة، عن سن تناهز 87 عام غادرنا رمضان شطة الشهير بدور حميداته في مسلسل محل شاهد. رمضان شطة من مواليد 1930،
بدا مشواره الفني في منتصف الخمسينات مع فرقة بلدية تونس للتمثيل اللي قدم معها برشا أعمال، لكن رغم هذا فإنه اكتسب شهرة بدور حميداتو ضمن سلسلة محل شاهد اللي تقدمت في السبعينات والثمانينات. في المسرح من أبرز أعماله تبقى المريشال إخراج علي بن عياد، فيما شارك في عدد من الأفلام كيف المتمرد عام 1968 وفي بلاد الطررمي عام 1973. وتبقى الأسماء هذه علامة فارقة في تاريخ الفن في تونس، أسماء قدمت برشا للمجال الثقافي رغم أنهم غادرونا، إلا أنه الأعمال اللي خلدوها سواء مسرحا أو سينما أو دراما أعمال لليوم تحكي عليها. طبعا أسماء تقعد في البال رحلوا علينا جسديا، ولكن أعمالهم تقعد في البال وتقعد رمز لثراء المسرح التونسي وعلامة فارقة في المسرح التونسي. باش نواصلوا باب الاستضافات وبحثنا زوز فرحانين برشا بحضورهم معنا، وكيف كيف باش نحكيوا على مولود جديد ينضاف للساحة المسرحية التونسية، المخرجة والمنتجة سيرين قنول. مرحبا بك، نورتنا شرفتنا. يعيشك ميرسي. مرحبا. وكيف كيف البحري الرحالي مخرج وممثل، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. طبعا باش نحكيوا على نوار الملح المسرحية الجديدة، العمل الجديد اللي يجمعكم واللي باش إن شاء الله يقصوا تسيكر ويمشيوا ويتفرجوا فيه ويتعرفوا على العمل الجديد هذية للنجمة للفضاء الحمراء. قل لي سيرين، نحكيوا عليه مقارنة بالعمل اللي سبقه، شنو جديد في العمل هذية؟ والله هو العمل هذا ديجا أكثر إنسان نجم يحكي عليه هو بحري، لكن اللي نجم أنا بتدخل نقوله ونضيفه هو جاء في إطار أنه في الحمرة إن كان مثلا في الإخراج ولا حاجة كفريق حبينا نحلو الماكسيموم معناتها الأبواب وندخلوا في يعني علاقة شراكة دي بارتناريا ولا إنتاجات مشتركة مع فنانين إن كان في الرقص ولا في المسرح. هذا كان التمشي اللي معناتها حبينا بالحق اون لابليك في العامين هذوما. دوك بعد عملنا انتاج اللي هو الشقف وبحري مثل معنا دوك في المسرحيه، كان اقتراح دوك من بحري عنده دوك جات الفكره من غادي معنا. هو جاء بيان سور اول بريوريتي معناتها بالنسبه ليا معناتها بريوريتير فريق الحمراء المسرح لينا الكل. دونك بما انه بحري حب يرجع للاخراج خاطر هو عنده اعمال زاد في الاخراج، لكن في السنوات الاخيره معناتها خدم في ثلاثه اعمال في الحمراء، اثنين مع عز الدين قانون والعمل الاخرين يشقف دونك اللي خدمناه مع بعضنا. دونك اقترح انه الحمراء دونك تنتج العمل هذا اللي هو نوار الملح والنص اللي كتبه هو واللي هو حلو برشا. دونك بالطبيعه من غير ما حاجتوش بموافقه من عندي الدار وينتج العمل. ومرحب بيه باش يخدم وباش ينتج. بالضبط. لكن حلينا من بعد هذاك اساسي من هوني بدات الفكره، من هوني بدات الحلمه. وعندنا انتاجات دونك برشا توا تقريبا اربعه في كل سنه، اربعه 2016 وتوا 2017 وماشيين زاد في 2018، يكون فما زوز انتاجات إن كان عمل مشترك مسرح وزوز إنتاجات رقص، وإحنا بالنسبة لنا كفريق كل عام هو كحد يعمل إنتاج. وأنتو كأنا شخصيا الإنتاج الجاي 2018 بعد الشقف إن شاء الله، ونكونوا ديما حاضرين هكا في جي تي سي كل مرة بعمل جديد. نحكيو شوية على نور الملح، شنو من العنوان؟ أعطيني ساعة العنوان باش نعرفوا بعد ما تحت العنوان شنو فما مغري العنوان باش واحد يجي ويشوف شنو تحكي المسرحيه. اي سيرتين مغري لخاطر يعني الملح كينور يعني مستبعد جدا. سيديزاغ معناها حاجه غريبه. مستبعد جدا ينور. اما نوارة الملح هي جميله يعني في اصلها. يعني فيها دلالات متعدده، حتى كتشوفها تشوف فيها ديزونغ الاخرين ماهيش هي كل عباره على حجره المس يعني احنا نقولوا اوكسيمور غذية في الفرنسي معناها النوار كيفاش يولد من الملح يعني من حاجتين متناقضين يعني. نحن انطلقنا العنوان تاعنا من التناقض هذا خاطر خرافتنا تحمل عده تناقضات يعني انطلقنا من حكايه ريال يعني حكايه واقع كيف وضفنا في الكتابه اضفنا عليها حاجات خياليه باش يعني نعطوا للخرافه حقها والتناول نتاعها وقع يعني ماهوش بالتناول الكونفنسيونيل المتفق عليه هو يخرف يعني راي ذراكح لا هذه يعني تدخل لها دي باساج بيورمون تياترال يعني حوار صراع شخصيات تتحول من الراوي للممثل المعلق على روحه على الممثل اللي معاه على الخرافه ويحكوا في حكايه
جميله برشا يعني يعرفوها برشا الناس اللي هي. انا باش نقول لك نستسمحك ما تقوليش شنو هي الخرافه، خلينا نشوقوا الناس شوي. أه؟ لا لا مانيش مش نحكي ما تحكيش هذا، لا راجعين باش تعطينا افونغو، مانيش باش نحرقوا المسرحيه. اما باش نمشيو لزميلتي ايمان، رجعت لنا في موعدها الثاني الفقره الثانيه مع ايمان مجده صغير، وراجعين حتى نحكيوا على نوار الملح شي يحبوا يقولوا من وراها السي بحري بحدينا ومدام سيرين، حتى نحكيوا على المسرحيه هذيا وشكون شارك فيها والخطوط العريضه للعمل هذيا. تفضلوا. خرافتنا احنا تجي مع الاخبار، نحكيو لكم هيك بشويه شويه، نعطيكم كالعاده الاخبار السريعه، نمشي ونحكيو في كوانيس ايام قرطاج المسرحيه وزياره للممثل المسرحي القدير، الناس الكل تحبوا تبع الاعمال نتاعو محمد صبحي اللي تواجد سيي ضيف في تونس، حتى الرحال هنا في تونس اول بلاصه مشى لها مشى لسيدي بوسعيد، وشفنا تصويره تم نشرها انشرها المسرحي والصحفي المصري جمال عبد ناصر، وهو متواجد كما قاعدين نشوفوا توا في سيدي بوسعيد وضيف، مرحبا بك في تونس. من تونس نمشيو نحكيو على مشاركه خاصه لياسا بكار بفيلم انا فين، ولكن المره هذه في الاردن، الفيلم هذايا ضمن مهرجان الكرامه كما قلت للمخرج لياس بكار على الباج نتاعو الفيسبوك، انشر تصويره جمعته مع المخرج التونسي اللي غايب ولكن ديما تعجبنا الاعمال نتاعو، نحكيو على شوقي المجري، التصويره هذه نشرها لياس بكار كما قلت ضمن مشاركته في عمان ومهرجان كرامه. من الفيلم من المسرح من السينما نمشي ونحكيو على جديد، وجديد غاب شويه، هو عنده سنوات تقريبا 6 سنين غاب على الساحه الفنيه التونسيه والعربيه، يرجع صور الكليب نتاعو مؤخرا في طبرقه، جديد نتاعو اسمه مني اسمعي، مني اسمعي بلون لبناني، يرجع لنا احمد الشريف بعد سهران معك الليله وبدي يطير، يرجع جديد نتاعو من اسمعي، وإن شاء الله مني اسمعي باش تسمعوها وتشوفوا الكليب هذا حصريا واللي أول مرة بتبيع في طوق الياسمين. من الغناء نمشي ونحكيو على كواليس مهرجان دبي السينمائي والحضور التونسي اللي كان موجود والبارز، أكثر فيديو تم نشره ولقى نسبة مشاهدة كبيرة هو الفيديو المباشر اللي شفناه بإمضاء ريم السعيدي وزوجها وهند صبري، نمشي نتفرجوا على الكواليس ما وراء المهرجان، مهرجان دبي السينمائي، خاصة الحضور التونسي كما قلت لكم ريما سعيدي وهند صبري. عسلامة تونيجي نتاعو، فما واحد لبناني عسلامة 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 يسخف مسكين لبناني وحده، فما زوز يا عمي وعياض، أنا مش لوحدي أنا معي مرتي. هلا كنت عم تربي مين؟ ليال. هاي 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 برافو That's a good husband, that's a good husband. Yeah, exactly. Yeah, that's perfect. Okay, I'm here. برشا نعرف برشا قاعدين يتفرجوا في التوا، واكيد برشا التعاليق لقيناهم على الباج فيسبوك بالنسبه ريما سعيدي وزوجها ولا زاده هند صبري. من هذا الكل نمشيو نحكيو على جديد عرضناه وعدينا البوند انونس، نحكيو على كلاي بيبي جي، كلاي في ديوم مع ريان يوسف من هارينك هاو، نسبه مشاهده وصلت تقريبا المليون مشاهده، ديما لاباس جديد كلاي وريان يوسف. اخواتي القدر في بلادي ملقي، نمشي لبلاد الرومي هايم وحدي في الغربة نعيش، خليت لبي بحيران تفكرت ولاد حومتي، أهلي وأحباب وجيراني الوحشة ما تفارق نومتي، شقت لبحوري يا أخواتي القدر في بلادي ملقي، نمشي لبلاد الرومي مهاجر شقت ليك الغربة وهمي رجع، قدر بحياتي واللي يصير خلي يصير، مخلي ورايا حومتي وهاسس برشا موجع، يمي مولدك راجل والله ما يحير، على فراقك يا الغالية ولا مضطر، خاطر يما في بلادي ما لقيتك در، شقيت موج البحر مشيت نلوج عالزهر في بلاد الناس، مش نعوض عمري اللي خسرته في بلادي، مش نجيب اللور وينفع
نفرح اخواتي شد بياسة نهزر لي السكين من ديتي عربو شو دي ملابس دي ملابس يلي خسرتونا بالفلوس بعتونا في بلاد الناس حكرونا قمعونا في بلادنا كرهونا ودي ملابس دي ملابس في بلاد الناس ان شاء الله يا ربي ديما لاباس. هذا جديد كلاي وريان كما قلت ويتجدد التعامل من جديد مع المخرج شاب ادريس خضر في الكليب هذايا. كانت هذه فقره الكويك نيوز بين الجديد وبين الاخبار بين الاعمال العربيه والتونسيه والحضور التونسي في تونس والخارج. نرجعوا لكم في موعد جديد في حلقه جديده كالعاده مع الاخبار الثقافيه والكويك نيوز. اما توا نواصلوا المشوار في طوق الياسمين مع ايناس وبقيت ضيوفها. يعطيك صحة إيمان. راجعين بتبيع حتى نحكيه على نوار الملح. قلت العمل الجديد من إنتاج فضاء الحمراء اللي بيش يكون حاضر إن شاء الله لمحبي المسرح في تونس. نغوصوا أكثر في المسرحية سيرين، شو نجموا نعرفوا أكثر على العمل هذية؟ والله اللي نجم نعرفوه اللي هو كما كان يقول بحري الفكره منو كان باش تكون كونت يعني خرافه. دوك هما ثلاثه الممثلين وبحري دوك معاهم وريم الحمروني وصالح النصراوي اللي نوجه لهم تحيه. كان على اساس كيفاش هما باش يترقوا في الخرافه الكونت اللي جابهم بحري وقصاص باللهجه فما نقولوا احنا بالاكسون اللي جاي من الكيف بالنغمه نتاعو اللي هو بالنسبه لي كان اكتشاف ياسر مزيان خاطر النغمه بالحق اول مره نسمعها في الكونتينيتي هذيك الكل. دوك فما رنه فما كلام ياسر مزيان. دوك علاش ليه انه احنا نستضيف ونقولوا احنا البياس انها تكون كونت، لكن في نفس الوقت كان الخيار انه تكون الترني في نفس الوقت جو يعني ديسين جوي وفما ديسين هي في الخرافه. والحلو زاده من غير ما ندخلوا في الديتاي اللي بحري هزنا للفصول الاربعه يعني هي. هو هي مقسمه ان كان الخرافه ولا ليسين جوي ما بين الفصول الاربعه وهذا اللي حلو. انا باش نزيد بحري تزيد تقدم بينا اكثر ومع الصور هذه زيد تقدم بينا اكثر. لتوا ما زلت ما فهمتش نوار الملح زيد اقرب بينا شويه وما تخافش راه مانيش باش نحرقوا المسرح مانيش نحكي ومعناها كل شيء. نعلقوا شويه على الصور زاد نزيدوا نقربوا اكثر لل فريق هذا الفريق دونك معنا جليله مداني مراد مبخوت دونك زياد غرس دونك الفريق التقني وجليله في الكوستيم ودونك صالح النصراوي وريم الحمروني في التمثيل وبحري الرحالي يمثل معهم وفي الاخراج وانا موجوده معهم دوك في الانتاج. تختزل الصور هذه فريق هي المنجه والعين العين الثالثه العين الثالثه ومحوجنا العين الثالثه هكا وليت بحري في كل عمل في كل عمل. باهي قول لي الاجواء العامه كيفاش كانت ونوار الملح نوار الملح يعني تنجم تكون قراءة مضيئة للواقع هكا. أنا طبعا ما تفرجتش راهو الحقيقة أما معناها من العنوان ريت قداش العنوان يخلي الإنسان يشره باش واحد يمشي يكتشفه. جست حاجة تو نشوفوا في الصور فما تحية كبيرة 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 لعليا السلامي. عليا السلامي هي بالحق معناتها لي كومبوزيسيون تاع الأعمال الأخيرة الكل إن كان مع عزدين قنون من آخر ساعة الغيلان ومع خدمة معنا في الشقف وعملت خدمة بالحق ياسر مزيانة زادة في نوار الملح. دوك نوجهوا لها تحية خاطر بالحق هي معناتها رفيقتنا في الحمراء في الصوت لكن نوجهوا لها تحية كبيرة خاطر نحبوها برشا. عليا السلامي ان شاء الله تحيه توصلهم لكل فريق العمل. حتى نختم معك بحري شنو نجم نقولوا على العمل هذايا كيفاش نجم نقولوا للناس اللي جاوا تفرجوا هما من جمله من العروض اللي عملناها ثم ناس تابعت ثم ناس تابعت خاطر العمل هذا يختلف يعني نحن في الحمراء عنا ان ستيل نخدموا به عنا ان ستيل اللي هو هذاك قانون لكن هذه مختلفة هذه يعني حاجة جديدة كما قالت سيرين اخترناها باش اما بنفس الريجور اللي تخدمت بها الاعمال الاخرى ونفس التوجه معناها نفس الخطوط العريضة اللي دافع عليها الفضاء الحمراء هكا ولا؟ بطبيعة الحال سيرين يعني مينيموم باش سيرين العمل اللي قبل هذايا كنتوا حاضرين به عملية في جي تي سي شقف ومشى لبعيد معناها ولقى برشا استحسان الحقيقة وحبوه منكم العباد وبالمناسبة ولو مخر شوية باش نهنيكم بالجائزة نتاع شرم الشيخ يعيش في دورته الثانية على أحسن نص في شرم الشيخ ومنا توا تورني في كندا كانت تقريبا أكثر من شهر في أربع مهرجانات وإن شاء الله توا 2018 عندنا
أنكور أربعة يعني جولات، فما في البحرين عنا افتتاح مهرجان البحرين في فيفري، ومن بعد عنا جولة شكونوا حاضرين بأنا عمل الشخف شخف مازال عنده ولا مازال عنده معنى عودة لل وفي المساء زادة في الأفريق عنا زادة تورني دونك باش نمشيو بالنسبة لنا يعني عمل مهم عربي أفريقي باش يكونوا في العام الجديد إن شاء الله باش يكون عنا عروض للمسرحية الشخف وكيف كيف المسرحية هذه نوار الملح بالطبيعة دوك في الحمرة أنتو كالبرمجة نوار الملح باش تتواصل في 2018 أي. الشقف توا اللي عندنا مبرمج هو جولات عالميه يعني في تونس توا اللحظه هذه ما عنديش ان شاء الله يرجعوا على خاطر عملنا كمان ثلاثه دورات في تونس لكن ماذا بينا يرجع العمل برشا طالبينه وهذوما الانتاجات نقولوا احنا لي برودكسيون اللي توا 100% عملناهم كفريق الصغير تاع الحمرة اللي مازالوا باش يلقاو حظهم ان شاء الله لكن عندنا برشا اعمال اخرى توا باش تخرج في الديبيوت سيزون دونك عندنا دوك لي بارتنير اللي قلت لك عليهم ان كان رقص والمرغني زاد عمل انتاج مشترك معنا عمل العمل نتاعو تو اسبوعين عمل افتتاح في الحمرة مازال عمل مع سيرين دوس دونك باش تعمل في فيفري وفتحي العكاري زاد يحضر في المسرحيه نتاعو والحمرة زاد باش تنتج زوز اعمال اخرى في 2018 مع بسمه العشي باش يكون مسرحيه زوز نساء واحنا نحضروا في عمل ان شاء الله نقولوا على اسمه اي قولوا لنا المره الجايه اللي يقولوا لنا تو تواصلتنا انت شو اسمه العمل الجديد العمل اللي باش نقوم باخراجه الجاي هو هو تو اسمه كور دو شان لكن اقتراح الاسم بالعربي اول مره باش نقوله ونغني حلوين حلوين الاسماء وجميل برشا انه الاسامي تخلي انه الانسان يحب يكتشف ما وراء العناوين شكون لكم يعطيكم الصحه ولو كان بودي نحكي شويه على العروض المبرمجه فضاء الحمراء ولكن نكتفي باش نقول وانه عم نيول كانت عندهم صبغه افريقيه كهو وسنه كانت يظهر لي كلامي صحيح مختلفين العروض من كل البلدان هكا عندنا حنان حاج علي غدوه الخمسه نتاع العشيه بمسرحيه جوجينغ حلوه برشا وبعد غدوه زاد فما مسرحيه لسيباستيان بينيديتو من فرنسا زاد حلو ويتواصلوا العروض دونك تكشي نهار السبت حتى الاختتام نهار السبت ماضي ثلاثه باغ كونتر اليوم الوحيد اللي مش الخمسه مع رشدي بالقاسمي ولد الجلابه اللي هو زاد كان من الانتاجات المشتركه 2016 2017 للحمراء يعطيك الصحه سيرين عاونتني بالزربه معايا يعطيك الصحه على التعاون معايا يعطيك الصحه بحري رحالي كنت سعيده برشا بحضورك معنا ان شاء الله كل التوفيق لكم في العملين هذوما الزوز ايش قفك سوا والا نوار الملح والاعمال الجايه الكل ونغني كان عندنا سبق انك اعلنتها بحضينا ان شاء الله ترجع بحضينا ونحكيوا على العمل هذايا وان شاء الله تونس ديما تغني ويكون المستقبل نتاعها ضاوي وخير يعطيكم الصحه على الحضور شكرا لكم مره اخرى باش نمشيو للحوار وإحنا على هامش الجي تي سي والحضور لكوكب من ألمع النجوم المسرح سواء من تونس وإلا من العالم العربي ولا الإفريقي كل مرة ناخذ لكم حوار الحوار هذية مع حافظ المخرج المسرحي حافظ خليفة نتفرجوا في الحوار هذية في نظرته هو للأيام وراجعين حافظ خليفة هو مخرج مسرحي مقيم في إيطاليا منذ سنة 1998 حيث عمل في مسارح عريقة هناك كمسرح روما ومع مخرجين كبار مثل ماريو مارتوني وفي سنة 2001 أسس حافظ خليفة مجموعة تانيت متعددة الجنسيات ومنها انطلق إلى ثلاثة أعمال هي روميو وجولييت والتباين والخادمات شارك حافظ خليفة في أغلب المهرجانات الدولية كممثل وكمخرج في عدة أماكن خاصة مع التلفزيون الإيطالي سينمائياً كانت له عدة تجارب في أشرطة طويلة من أهمها آلام المسيح الذي أثار ضجة كبيرة في العالم وشريط قصير بعنوان فتاة الميناء هو صاحب فرقة فن الضفتين للإنتاج ومخرج مسرحي يحاول صياغة فن مسرحي خاص به بأسلوب جديد ومستوى راق شهدت له الترشحات التي نالها في ليلة المسرح التونسي باختياره كأحسن مخرج وأفضل عمل متكامل في المسرح تحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية من خلال مسرحيته الشهيرة حس لقطة التي تحصلت على 18 جائزة وزريعة بليس التي مثل عرضها حدثاً هاماً بمدينة روما في شهر سبتمبر الفارط ضمن فعاليات المهرجان الدولي للثقافات الإفريقية المعاصرة ومسرحية السقيفة ومرحيل حياة المسرحية هو طبعاً في 92 دخلت المعهد العالي في المسرحي بتونس درست لمدة 4 سنوات وأخذت الإجازة الأستاذية عام 96 طبعا قبلها كان عندي نشاطات على مستوى التلمذي والمعاهد ودار الشباب ودار الثقافة في 96 يعني وفي السنة الرابعة متاعي كان الحظ أني ختمت أسيستون مع سي محمد كوكا في مسرحية الدرس ومسرحية الكانيوتا
في نفس الوقت زادة خدمت ممثل مع سي مختار الوزير في الهيرو البخيل وفي المسرح الوطني زادة عسكر الرصاص لمدة سنتين. بعد التخرج متاعي لغاية 98 اشتغلت في هال في المركز الوطني في العرايس وفرق مدينة تونس والإذاعة الوطنية وكذلك في المسرح الوطني. بعد مسيرة متاع 10 سنين رجعت لتونس بدعوة من الدكتور محمد مديوني على أساس أن ندرس في المعهد العالي في المسرحي، وفي نفس الوقت أسست الشركة بتاعي شركة فيلم ضفتين للإنتاج في مدينة قبيلي في الجنوب، وحرصت أنها تكون في الجنوب بعتب ابن قبيلي وجمنا تحديدا، وعملت إخراج مسرحية حس الإقطاع اللي أخذت 20 جائزة وطنية ودولية، وكذلك أمنت بالهواة والمحترفين، عملت قرابة 6 أعمال محترفين و6 أعمال الهواة. بالنسبة للهواة عملت أعمال تنقلت بين الشمال والجنوب والوسط، جوانح المحبة، حمام سوسة، جمعية شباب مسرح بحمام سوسة، مراحيل مع جمعية عمر خلفت للمسرح، وكذلك برزخ، زنازين نور في قبيلي، أخيرا نوازاد مرة أخرى في حمام سوسة. هذايا مع مشاركات دولية وجوائز دولية في بغداد، في روما، في المغرب، في الجزائر، في مصر. ثم بدأ الاتصال بي باعتبار أن يكون عضو في اللجان العليا للمهرجانات. أنا عضو بمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب العربي، وكذلك عضو بمهرجان الحسين الصغير بكربلاء اللي زرتهم في العراق طبعا. حول تجربته مع بوكثير دوما حدثنا. سي بوكثير دوما هو من الجيل الجديد اللي عنده كتابة متميزة جدا. كنت نتعامل سابقا في تجارب مهمة مع المرحوم إبراهيم بن عمر، وبوكثير هي تجربة جديدة واعية وناضجة، خاصة أن فهم التوجه متاعي في البحث حول التاريخ والموروث العربي اللي هو للأسف أصبح يعود من جديد ويحاصرنا بأفكاره، خاصة يستعملوا فيه الظلاميين، يعني بالأفكار اللي ربما تحاول تهدد الحرية متاع حياتنا. فبوكثير هو من الجيل اللي وجدت فيه اللي ربما الظلة متاعي، أنه متمكن من التاريخ، متمكن كذلك كلون وكقلم جديد على مستوى الدرامي وعلى مستوى كتابة الشخصيات. لقيت معاه نجاح وتجاوب كبير، لأنه من القلائل اللي يهتم كثيرا من ما يكتبش ويرمي النص متاعه، يتابع التمارين حتى ما بعد العروض، حتى في العروض إنسان ممن بالشيء اللي يعمل فيه. سكنت الريح في مواكي اسكني بين جفنيه والمنام. الطوفان هو عنوان المسرحية التي سيتم عرضها يوم 15 ديسمبر خارج إطار المسابقة لأيام قرطاج المسرحية بقاعة الريو. الماء الذي بحص أراه شفني، الماء حالم في الدهان. من أنت؟ من أنت؟ إشارة من أرسلها بريد. من أنت؟ سد الجنوب السعيد. فأنت أحد الأمراء. يتحدث هذا العمل على لحظة انهيار سد مأرب، وعملنا استعارة، بعض الناس يستعملوا كلمة إسقاط. الاستعارة هذه على أساس أنه تاريخيا يحكى أن انهيار سد مأرب اللي صار في اليمن هو كان الجنس العربي أو العرق العربي موجود غادي مات، ثم تشتت وقع الجفاف والقحط، تشتت الجسد العربي، أصبحوا قبائل في شبه الجزيرة العربية، وبعدها ولا يغوروا على بعضهم، ولا حرب البسوس، ولا النهب والسلب. نفس الحال اللي واقع حاليا، الربيع العربي كان سدا وانهار، وحبينا المسرحية هذه تكون هي مؤدات باللغة العربية. المسرحية هذه تعايش الراهن، والديكورات ربما اللي يميزها أنها معمولة بالبليكسي جلاس، ديكورات ضخمة بدخان أرضي، لعب على الكلمة، جمالية الكلمة والصورة، لأنه أعتقد أن الصورة مهمة جدا في عصرنا الحالي كلغة مشفرة، لغة مهمة جدا للمتفرج، لأنه عصر المسرح المؤلف انتهى.
الآن هو مسرح الممثل والمخرج. طبعا المؤلف يبقى دوره مهم جدا في إعطاء النص، لكن النص يبقى جزء من الأجزاء المكونة للعرض عموما. أيها النور الساكن في مقلتين، أعلم هالي يغتسل من دين يختالني، من دهر لطخني بمكائد وحنين. يا قمر الزائر في غصري، احتضني يا قمري، احتضني. فالسد يهاتفني، يهاتفني السد من أمد. مواصلين الاستضافات والبلاتو هذه كيف مريتوا من خلاله، نحاول نواكب يوميا المسرحيات ومختلف العروض المبرمجة في إطار أيام قرطاج المسرحية. سعيدة جدا ويشرفني حضور المخرج. قلت العائد، أنا قدمتك في الأتاك، قلت بعد قرنين، بعد قرنين أكبر من سيدنا نوح، تلمحسيفهم برشا أنا. دونك عقدين ونصف من زمان راجع بحضينا المخرج شكري عليا بالعمل المسرحي بعنوان الليلة الثانية بعد الألف. قبل كل شيء مرحبا بيك. مرحبا بيك ونهنيك على العوده ثم المسرحيه. مرحبا بيك يا عشك. به احكي لي، ساعات نبداو بالبدايات، نبداو بالثمانينات، نعملوا تنقيزه صغيره للثمانينات ونرجع شويه وقت للمسرحيات اللي قدمتك للتوانسه للجمهور التونسي مع الكبير والقدير عبد القادر مقداد وثله من الزملاء، وهذا هو وبرشا اعمال قاعده في البير الحقيقه، صاحب الكلام، الجراد، السوق، العريش، عمار بوجور، يعني وعديد الأعمال. عديد الأعمال. فما حنين شكري للمرحلة هذه، الفترة هذه. والله بالنسبة لي أنا مرحلة بداية، معناها أنا دخلت للفرقة عمري 17 سنة، دونك معناها فرق صغير. معناها المسرح معناها تعلمت، عملت في الهواية ساعة وبعد تعلمت مع عبد القادر وزملائي الكل، معناها منصف بلدي ومحمد ساسي مالك كل معناها الزملاء اللي خدمنا مع بعضنا 9 سنوات، معناها هذيك ما تمحاش من الذاكرة. معناها والتجارب اللي يعني معناها الأعمال اللي قدمناها تقدمت للجماهير كبيرة. معناها عندنا جل الاعمال تقدمت مثلا في مهرجان كرتاج الصيفي ب 14000 متفرج. تعتبر محظوظ شكري انت، يعني الاعمال هذه قلت لي انت في سنه 17 و18 ولكن اعمال راسخه في الذاكره الوطنيه. شيء طبيعي، معناها في الوقت هذاك احنا نقدموا في اعمال اللي نحضروها ما نصوروش اللي باش تبقى راسخه، لكن اللي يفرحني يعني معناها التجربه نتاع الفرقه الكل والناس اللي خدموا في الفتره هذيك وحتى بعد الفتره هذيك معناها بقت راسخه عند الجمهور التونسي. به وبعد هزيتنا، هزك الرحال، هزك حب المسرح وحب العالم الفنون، مشيت قريت مسرح؟ أي بعد حبيت بعد 9 سنوات معناها حسيت أني يلزمني نمشي نتكون، خاطر الفترة هذيك ما فماش تربصات، ما فماش تعطير كما موجود في الوقت الحالي. والحل الوحيد هو أني نمشي للخارج، ومشيت معناها لفرنسا بالتحديد ودرست غادي في الكونسرفاتوار دو بريطاني. بعد مشيت للمعهد العالمي للمسرح جاك لوكوك، من هي من اكبر المدارس العالميه، معناها قرا فيها محمد ادريس، قرا فيها فتحي العكاري، قرا فيها معناها معظم التوانسه اللي نحكي عليهم ناس مخرجين عالميين معروفين في المدرسه هذه. وعملت حتى التروازيام اني بيداغوجيك اللي هي فيها الاخراج واداره الممثل وتدريس. بعد عطينا الاحتراف هكا ولا معناها من انا الاحتراف من في تونس وفرقه قفصه، انا خذينا بطاقه احتراف من اوائل الناس اللي خذوا بطاقه احتراف، معناها الفرق الجهويه. معناها انا وقت اللي مشيت ديجا محترف، مي التكوين اعطاني معناها مدارس اخرى واكتشفت انواع اخرى من المسرح وخاصه في المسرح جاك لوكوك، وهذاك اللي اعطاني واكتشفت كذلك مسارح معناها تقدم بطريقه اخرى. واشتغلت كممثل مع فرق معناها فرنسيه وكونت الباك جراوند نقولوا احنا للممثل المسرحي وللمخرج المسرحي حتى تكون حاضره بيناتنا اليوم التجربه هذه اللي باش نقدموها مع بعضنا للجمهور التونسي. هات نبداو بالتيزر، شنو رايك نوريهم على شنو باش نحكيو مع شكري عليا راجعين حتى نحكيو على الليله الثانيه بعد الالف بوند انونس المسرحيه وراجعين. Non, rien là. Non, rien là.
احنا بدينا نحكيو الحقيقه لانه التيزر مغري باش واحد يواصل ويدخل في العوالم نتاع شكري عليا وشو حب والرؤيه الفنيه نتاعك. انا باش نبدا بسؤالي ساعه، ليله ثانيه بعد الالف علاقتها بألف ليله وليله؟ علاقتها بألف ليله وليله شهرزاد وشهريار والحكايه عالم الحكايه. شهرزاد وشهريار الشخصيتين معنا خرجوا من الألف ليله وليله ودخلوا الليله الثانيه باش يحكونا معناها الحكايات، خاطر ما فماش كان حكايه في الليله الثانيه بعد الالف. أي. فما حكايات نرجعوا للتاريخ، فما حكايات نرجعوا للعصر الذهبي اللي فيه العلم وتفتح وتلاقح الحضارات في العصر العباسي، فما فتره نرجعوا ما بعد الثوره، نرجعوا للقرون الوسطى في اوروبا، نرجعوا للتساؤل عن التطرف والدين والارهاب، نرجعوا عن فيه الحرقه الحراقه، فيه تسفير الشباب، فيه يعني عالجت قضايا، بديت بقضايا راهنه موجوده كان فهمت شكري، الى قضايا كونيه انسانيه. هذا هو يعني الانطلاق من الواقع القريب المعيش الى قضايا كونيه تطرح حتى قضايا وجوديه وفلسفيه. لاني تساؤلي كان معناها كشكر عليا عنده ارث حضاري وثقافي ويعيش في بلد غربي، اللي البلد هذا اخذاه في وقت من الاوقات، معناها خذوه الارث اللي كان عند الحضاره العربيه الاسلاميه، معناها التطور هذا خذوه وطوروا عليه ولينا احنا وخرنا التالي. هذا التساؤل من الاول، وفي التساؤل هذا حبيت نربط بالواقع، خاطر انا اللي يهمني الواقع اللي نعيشوه، والواقع فيه تساؤلات عن الهويه في اوروبا، في تساؤلات عن الهويه في الوطن العربي، في تونس، في الدول الكل، ما هي هويتنا؟ شنية عرب، مسلمين، مسيحيين، بربر، فينيقيين، معنى هذه التساؤلات موجودة أيضا في أوروبا. والليلة الثانية حبيتها تكون مزج، معنى كل فسيفساء في أشياء اللي تحكي على الإنسانية وعلى التعايش وتلاقح الحضارات، لأننا في 2017 حبينا ولا كرهنا نحكوا بالإنجليزية وبالألمانية وبالطليانية وبالصينية وبالهندية، ونلبسوا حتى ملبسنا حتى مكلتنا، معناها باش نبقوا نحكوا في طبيعتنا أن عندنا ثقافة وعندنا حضارة، لكن تفتح الآخر الإنسان. هذا اللي حبيت نحاول نوصله في العمل. العمل نتاعك موجود فيه اكثر من لهجه، زاد هذه من خصوصيات المسرحيه ليله ثانيه بعد الالف، انه نلقاو ممثلين فرنسيس وممثلين توانسه، يعني زوج جنبا الى جنب في الركح، ومن هنا يظهر لي هكا رفض الاقصاء، وانهم عايشتهم انت على الركح مع بعضهم. عايشتهم على الركح مع بعضهم. واهميه العمل لانه حتى في اختيار ممثلين فرنسيين، معناها في اختيار معناها مقصود، في ممثله فرنسيه عندها اصول اسبانيه، في ممثل فرنسي من اصول كاميرونيه وبرازيليه، في ممثل فرنساوي من اصول مغربيه ايطاليه فرنسيه، معناها مقصود. وحبيت تكون فرقه واحده، لان الممثلين الفرنسيين عندهم طريقه معينه في التمثيل، الممثلين التوانسه عندهم طريقه. خلقت من الأسبوع الأول معناها اللحمة اللي تكون تقوية، ومعناها وتأكدي من معناها الفرقة كاملة، معناها اللي يشوف ما يشوفش معناها، واللي قالوه لي معناها حتى المتفرجين، معناها ما فماش فرق بين هذا وهذا. نشوف ممثلين يخدموا، فما واحد يحكي بالفرنسي وواحد يحكي بالعربي، لكن المشهد مثلا على سبيل الذكر مشهد عائلة جولي، لا فامي جولي، حبينا نحكوا على موضوع الزواج المختلط. والزواج المختلط أنا حبيت نخدمه بطريقة أنه الأب
تونسي والام الممثل، نقصد الممثل التونسي والام الفرنسيه، يحكي هو كانه يحكي مع بنته التونسيه اللي باش تاخذ اجنبي وهو ضد، والام الفرنسيه تحكي بالفرنسيه مع بنتها. خليتهم على طبيعتهم، لقيتهم خليتهم على سليقتهم وعلى لغتهم كيف ما هما. يعني هذا حتى نختم بالسؤال هذا لانه الوقت استنفذناه، نحسوا يعني انه شكر المخضرم في تعليمه في تكوينه في 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 تواجده في 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 تونس وفي الغرب، يعني تختزلوا المسرحيه الجو هذايا نتاعك، كنت انت موجود حاضر بقوه في المسرحيه. لاني موضوع المسرحيه عنده 10 سنوات معناها في فكري وخذا وقت يعني في التحضير، وخذا وقت في التخمير وفي التحضير، وبفضل الممثلين والمركز الفنون الدراميه بقفصه والفريق التقني معناها اللي ساعدونا بالقدام بالرغم الظروف الصعبه، معناها خاطر انتاج بين معناها فرنسا وتونس، مركز اللي عندها امكانيات محدوده ماديا وفرقه حركه كذلك، معناها فما ايمان بالمشروع اللي وتضحيات كبيره من طرف الممثلين اللي نعطيهم فريمون تحيه كبيره للتوانسه والفرنسيس، لانهم فريمون لولا تضحياتهم العمل ما توجدش. كانوا متعاونين معاك حتى نختم زاده بالعروض، اجنده العروض باش يكونوا حاضرين في فرنسا يظهروا لي في المواد فيفغيي في زوز مواعيد ولا اكثر؟ اربع عروض، يعني اربع عروض في تياتر دوبليني لو 2 لو 3 février 2018 et le 9 et le 10 في سال روني كاسان في لاردي. وفما معناها طلبات في الوقت الحاضر معناها بمناسبه جي تي سي، خاطر قدمنا في جي تي سي، ان شاء الله تجينا ونتوزع العرض في تونس. في تونس ان شاء الله. باش نقول لك يعطيك صحة، شكرا عليك، كنت سعيده برشا بحضورك معنا. احنا حابين افونغو للناس باش يمشيوا ويتفرجوا ويتسائلوا وعلى المسرحيه هذه، لانه من العنوان نتاعها مغريه باش يمشيوا ويتفرجوا ويكتشفوا، خاصه باش رجع شكري عليا للمسرح التونسي. يعطيك صحه مره اخرى. احنا هكا نوصلوا لختام العدد نتاعنا لليوم، باش نختموا بالاغنيه هذه تحيه من فريق طوق الياسمين الكل، الوطنيه الثانيه لفلسطين اللي تقعد تشغل القلب والبال واللي حاضره بقوه في جي تي سي 2017 لسنا يا قدس. نتلقاو غدوه ان شاء الله، صباح الخير الناس الكل. الشهيد انت قبلتنا الاولى، اسلام مسيح الدين قلنا مهبتنا الاولى، يا قدس شهيد انت قبلتنا الاولى، اسلام مسيح الدين قلنا مهبتنا الاولى، اسم الشعب المنحنى يا بيضا وشموع، هات الشهادة الأولى.